كشفت خليات الأزمة الحكومية في تونس عن قيام قوات الأمن بأكثر من 8000 عملية مداهمة وإقام حوالي أو إيقاف حوالي 1000 مشتبه بهم منذ هجوم متحف باردو المسلح في مارس آذار الماضي. وقال المتحدث باسم الخلية خلال مؤتمر صحفي إن سلطات بلاده تتعاون مع المحققين البريطانيين في هجوم سوس المسلح، وإن التحقيقات الأولية كشفت أن منفذ العملية كان ينشط في إطار شبكة منظمة. من العناصر الأولى للتحقيق أن العنصر الإرهابي لم يتصرف بطريقة فردية وكان مدعوم من قبل الشبكة وبالتوازي مع هذه التحقيقات. هناك أيضا تحقيق داخلي قامت به الحكومة وتم تحديد مواقع الخلل، كما تم اتخاذ أولى الإجراءات الأولى في هذا الشأن بتعيين والي جديد لسوسة، وأيضا تعيين تقريبا كل المسؤولين اللي كانوا على رأس أجهزة الأمن في سوسة وأيضا في القروان.